طب احنا علشان نبقى في معركة وعي لازم نعرف مين العدو اللي قدامنا، مين ده؟ حقيقة اليهود. تعالوا اقول لكم اخبارهم في الكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايه عقد تاريخهم اهدافهم، ونعرف تاريخهم واهدافهم. لما اجي اقول اسماء اليهود في القرآن، وده بقى المعلومات، الكم المعلومات المعرفي عليه هيتغير الادراك وبعدين تتغير السلوك. المعرفي الاولين اسمائهم يهود اول حاجه، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون. تمام. اسمهم كمان بني إسرائيل، ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل، بس طبعا كفروا به. أهل الكتاب كمان اسمهم كده، يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون. ده الأسماء، ثلاث أسماء، اليهود بني إسرائيل أهل الكتاب. طب صفاتهم في القرآن، مغضوب عليهم، أول الفاتحة كل التفسير قالت ان المغضوب عليهم هم اليهود. ايه بقى صفاتهم؟ اشد الناس عداوه للذين امنوا. ده على مر الزمان الله عز وجل يقول لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. خلاص. من صفاتهم الجبن، متعلقين بالدنيا، لانتم اشد رهبه، لاشد رهبه في صدورهم من الله، ذلك بانهم قوم لا يفقهون، لا يقاتلونكم ابدا جميعا جبن إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. عملوا بأسهم بينهم شديد، بأسهم بينهم شديد، البأس منهم وبين بعضهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمان من صفاتهم الغدر، فيش عهد لهم ولا زم، كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. كمان إيه؟ الأفساد، مش الإفساد بس، والفساد هم ذات نفسهم وعلى طول وبصفة مستمرة، يسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. كمان من صفاتهم الكذب والتحريف، تحريف الآيات، ومن الذين هادوا مالهم سمعون للكذب، كذابين، أكلون للسحت، سمعون لقوم آخرين، أكلون سحت في آية تانية، لما بيجوا يكلموك إيه بقى؟ يحرفون الكلم من بعد مواضع، يحرفون الكلمة من بعد مواضع. كمان حرصهم على الحياة، والله أي حاجة المهم ما يموتوش. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرقوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو مزحزح من العذاب أي يعمر والله بصير بما يعملون. يخافوا؟ بيتفزعوا؟ يقتلوك وجبن من وراء جبن؟ أيوه خايفين. كمان بيسيئوا للذات الإلهية، لله عز وجل. مرة يوسف ربنا استغفر الله بالفقر، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، استغفر الله، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، 70,000 نبي قتلوه، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. استغفر الله، يقولوا على الله عز وجل بخيل. وقالت اليهود إيه؟ يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان، استغفر الله، لا نشبه ولا نشبه، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ملعونين على لسان الأنبياء رقم 8، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم، مال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ده بصوا إيه كمان، عمرهم ما بينكروا منكر، أي حاجة حلال، أي حاجة سهلة، أي حاجة ما فيش، لا ينكروا المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم، ذلك بما كانوا إيه؟ يعتدون، كانوا إيه؟ لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون أبدا. ويقول لك يقتلوا الأنبياء الصبح ويرجعوا يأكلوا بالليل، بيفكرين نفسهم ده من الغرور، يعني أبناء الله وأحباؤه. يعني قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبائه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر، سورة المائدة. وكمان بيحتقروا غيرهم من الناس، بيقول لك ده هم كلهم حيوانات بس ربنا عملهم في صورة إنسان بس عشان إحنا نعرف نتعايش معهم في العالم كله، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. كل دي من الصفات.
أصلا هو ربنا بحترهم في الأرض، مشردين في الأرض في كل زمان، وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. الله غضب عليهم وعليهم ذل دائم، الله جعلهم أذلاء مهانين في قلب الأرض. الله عز وجل يقول ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. دي الحاجات الواضحة اللي جت اللي كلموا فيها على ربنا واللي قالوا فيها على نفسه. طب هم بقى كصفات شرق بالله عز وجل، فازوا معي. احنا قلنا 9 حاجات خاصة بالعبادة بربنا سبحانه وتعالى، وشوفوا بتاع حوالي 10 أو 11 مش فاكرة جبت لكم كام نقطة. الشرك بربنا عبادة اليهود أصلا شركية باطلة، بيعتقدوا أن الله له ولد ويشركون معه في العبادة. الله سبحانه وتعالى قال عليهم كده، مظاهر الإشراك في القرآن. الله عز وجل يقول وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل فقاتلهم الله والله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. طب المسيح ابن مريم نفسك عملوا معاه كده، وما أمروا إيه إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يبقى الإشراك في العباد. تاني حاجة بياخدوا اتخاذ القبور مساجد وأوثان يعبدوها من دون الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد. تالت حاجة قتلهم الأنبياء. ابن كثير عارفين بيقول ايه؟ بيقول قتلوا أكتر من 70,000 نبي، بيقتلوهم بالنهار ويشووا ويأكلوا بالليل، بيننا وبينهم عداوة إلى قيام الساعة. ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم قوم إيه؟ يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذه البقرة الثانية بقى بتاعت آل عمران، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. برضو البقرة قتل بني إسرائيل للأنبياء بغير حق، زي قول الله عز وجل لما قال أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هم دول بيقتلوا الأنبياء بغير حق، ويقتلون النبيين في آل عمران، ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذه البقرة. سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيقول كان بنو اسرائيل دول في اليوم بيقتلوا 300 نبي، وبعدين يقوموا بقى يقولوا ده في اول النهار، وبعدين يقوموا في اخر النهار يشوا وياكلوا. رابع حاجه من صفاتهم انهم بيكتموا العلم وتحريفهم للحقائق. كتمان العلم وتحريف الحقائق صفتين، الاثنين الصفتين دول ملازمين ليهم من زمان لحد دلوقتي. حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم. إيه بقى اللي حصل؟ بدلوا، دخلوا استغفروا الله بيزحفوا على مؤخرتهم، على المؤخرة بتاعتهم بيزحفوا عليها، وقالوا حبة في شعرة. ده حديث صحيح رواه البخاري على فكرة. يعني أنتوا دايما بتعملوا العكس، يعني انتوا دايما بتعملوا عكس اللي ربنا بيطلبه. العلوم اللي كتموها اصلا احبار اليهود كانوا عارفين ان ده النبي عليه الصلاه والسلام، اخفوا حقيقه علم نبوءه النبي صلى الله عليه وسلم. حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع ابن حارثه وسلام ابن مشكم ومالك ابن الصيف ورافع ابن حريمله، فقالوا يا محمد استغفر الله الست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه وتؤمن به؟ إحنا عندنا من التوراة فيك أحسن من اللي عندك، وتشهد أنها من الله حق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى، ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها مما أخذ الله عليكم من الميثاق فيها، وكنتم منها ما أمرتم اللي أمركم به أبدا أن تبينونه للناس، فبرئت من إحداثكم، أنا بريء من التغيير اللي أنتوا عملتوه. فقالوا إنا نأخذ بما في أيدينا،
فإن على الهدى والحق ولا نؤمن بك أبدا ولا نتبعك. فالله عز وجل أنزل إيه؟ قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين. كمان رقم 5 الصفات الشخصية فيها الرشوة، المال الحرام، أكل السحت، رشوة ومال حرام، دي طبع الله عز وجل وصفهم كده، سماعون للكذبين، أكالون للسحت، المال الحرام، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط يا محمد بالعدل، إن الله يحب المقسطين. من الصفات الشخصية النفاق والمدهنة، وما بينكروش منكر، وعشان كده ربنا لعنهم، الله عز وجل لعنهم وسجل اللعنة دي عليهم في القرآن، قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل من على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. سبع حاجة فيهم إن هم العلم ما انتفعوش به، الله عز وجل قال كده وصور صورة جميلة جدا في القرآن، قال الله عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بس، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. تمن حاجة من صفاتهم عندهم حقد وكراهية، صفات اليهود دي مستقرة في نفوسهم على فكرة، الحقد على كل حاجة بقى، كراهية والحسد أصلا مهما، ويحسدوا الناس ويكرهوا لهم أي مصدر الخير، وخصوصا بقى لو كان تبع النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما حصل مثلا في أمر القبلة وتغيير القبلة أو تحريم الخمر. سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيقول لما نزلت آية التحريم يا تحريم الخمر، اليهود قالت أليس إخوانكم الذين ماتوا كانوا يشربونها، فأنزل الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، رد عليهم الله عز وجل. الحسد، كانوا دايما حاسدين المسلمين وحاسدين على ما أتاهم الله، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عندي أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فاصفحوا بقى، حسد اليهود حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على الرسالة، وما كانوا أصلا بيظنوا أن الرسالة تطلع منهم من بني إسرائيل، فطلعت لا ما طلعتش منهم، كانوا بقى بيتجمعوا عايزين ويقتلوا ويحاربوا ويعملوا أوقدوا نارا للحرس يطفئها الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع مش من قوم بني إسرائيل، وجي النبي صلى الله عليه وسلم نبي آخر الزمان اتجنوا ووقفوا يعادوا الرسول عداوة شديدة جدا، وحسدوا الصحابة على الإيمان وحسدوهم على الهدى. الآيات اللي في القرآن والله لولا القرآن كده، ومن شر، شوفوا بقى ربنا سبحانه وتعالى قال كده، ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. شو الناس هو كده، كل أعوذ بربنا ملك الناس، إيه الناس؟ من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس، حسدوا النبي، سحروا النبي صلى الله عليه وسلم، لما سحروا النبي ونزل عليه سيدنا جبريل بالمعوذتين قال له قل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق وكده، فاعف واصفح واتقي الله بأمر إن الله على كل شيء قدير. 10 صفة كمان من صفاتهم الشخصية الغرور والكبر، هم مغرورين والتكبر على خلق الله، ده من زمان على فكرة، شايفين الناس دول أقل الناس وإحنا أفضل الناس، إحنا أفضل، إحنا شعب الله المختار، وبيعتقدوا إن الجنة بس لليهود، زي ما طالع التاني بصاحبه بيقول لك إحنا أهل النور وإنت أهل ظلم، ده مجنون رسمي ده، وإن ده طريق الهداية بتاعنا وكل الناس في ضلال. الله عز وجل أخبرنا في القرآن عن الصفات دي اللي هم قالوها، قال إيه ربنا سبحانه وتعالى، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. الغرور والتعالي ده عملوه على النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا متغاظين جدا من الرسول عليه السلام، وصور الغيظ حديث سيدنا مين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أتى النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لكم نعمان بن وضاء وبحري بن عمرو وشاس بن عدي، كلموا النبي صلى الله عليه وسلم وكلمهم رسول الله عليه السلام ودعاهم إلى الله وحذرهم، فقالوا ما تخوفنا يا محمد، أنت بتخوفنا بإيه، نحن أبناء الله وأحباؤه زي ما النصارى قال. الله عز وجل أنزل فيهم
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباء، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشرا ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهم وإليه المصير. الصفة الحداشر اللي فيهم البخل، مش بس قالوا ان الله بقى فقير لا 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 وغلت ايديهم هم ذات نفسيهم من البخل، ما بينفقوش وبيحسوا اللي حاولوا ما تنفقوش، اوعوا تنفقوا في سبيل الخير. فدايما يجي لهم رجال من الانصار وكده يقولوا لهم ما تنفقوش اموالكم، انتوا مش عارفين ايه اللي هيحصل، هنخشى عليكم الفقر، اوعوا لحسن تروح اموالكم مش عارف ايه وتسرعوا في النفقه، اوعوا ولا الكلام ده. فالله عز وجل انزل فيهم الذين يبخلون، خلاص اتصفتوا بكده، ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أصلا التوراة ذات نفسها بس الحقيقة جت باللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. أصلا الله سبحانه وتعالى وعدهم بالعذاب الدائم، يعذبهم في كل العصور، يبعث عليهم من يتسلط عليهم ويزقهم ألوان العذاب والذل. الله عز وجل يقول واستأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم، يسومهم سوء العذاب، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. الله عز وجل حكم كمان على الناس اللي بتوليهم، اللي ما شاء الله فتح لنا أسواق عليها العالم بتاعهم وفتحين مولات فيها لكذا، ويعني بينور البرج بتاعهم بعالم حاجة مصيبة، اللي بيوليهم دول ايه؟ اسمعوا الآية، يا أيها الذين آمنوا، ده خطاب للذين آمنوا، انتم مالكوش انتم دعوة بيه، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هو ده.